أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. يقول الكاتب جاسم الشمري: تتوالى في العراق منذ 3 عقود وبدرجات غير متوقعة مئات الفتن السياسية والاجتماعية والإعلامية التي تهدد كيان العراق وحياة الناس وأمنهم وحتى سلامتهم الفكرية والعقائدية، ومن بين تلك الفتن ضياع هيبة الدولة والسلاح الرخيص والمبثوث والتناحر الاجتماعي والديني والسياسي الضارب للسلم المجتمعي، أيضا محاولات الاغتيال المعنوي عبر الأدوات التقنية الحديثة ومنها التسريبات الصوتية والصورية، وكأننا أمام مرحلة جديدة تهدف لتصفية حسابات قديمة وقاهرة وخطيرة وربما مميتة مع أقرب الرفاق والحلفاء قبل الخصوم والأعداء. وهنالك سلسلة من التسريبات السياسية والأمنية والأخلاقية وقعت في المراحل الماضية، وجميعها تمكنت الحكومات المختلفة من التغطية عليها وأن تنهي آثارها، ولكننا اليوم أمام تسريب كارثي للمالكي. ولا شك بأنه ستكون لتسريبات المالكي بعض التداعيات، ومع ذلك قد تحاول غالبية الكيانات والشخصيات المستهدفة بالتسريبات تجاهلها وتعتبرها جزءاً من الحرب الإعلامية ضد المالكي والعملية السياسية، وهذا الاحتمال وارد بقوة. أبرز التداعيات المتوقعة وأخطرها يتمثل بأن تكون التسريبات بداية الانهيار الكلي لتحالف الإطار التنسيقي وانطلاق المواجهات بين جماهير رفاق الأمس الجماعات المسلحة. ويتعزز هذا الاحتمال مع وجود تسريبات من داخل الإطار باحتمالية انشقاق شخصيات كبيرة من التحالف، وأن التسريبات لن تتوقف عند المالكي. أما أبرز التداعيات المتوقعة وأخطرها فيتمثل بأن تكون التسريبات بداية الانهيار الكلي لتحالف الإطار التنسيقي وانطلاق المواجهات بين جماهير رفاق الأمس الجماعات المسلحة. ويتعزز هذا الاحتمال مع وجود تسريبات من داخل الإطار باحتمالية انشقاق شخصيات كبيرة من التحالف، وأن التسريبات لن تتوقف عند المالكي. وهناك تسريبات لقيادات سياسية من جميع الطوائف تتضمن أوامر بالقتل وصفقات فساد وغيرها. وتحت ظل هذه الأجواء المشحونة بالتفاعلات الجماهيرية والسياسية والإعلامية، وقع تطور جديد وخطير تمثل بالهجوم الغامض من حيث المصدر والأسلوب بمدينة زاخو في محافظة دهوك شمالي العراق، وراح ضحيته 9 مدنيين وأصيب 23 آخرون. وحتى الساعة لا أحد في العراق يمكنه الجزم بالأدلة عن الجهة المنفذة للهجوم، مما يدل على ضياع سيادة الدولة الخارجية. انشغل الرأي العام العراقي والعربي في سماع التسريبات المنسوبة للمالكي، والتي قام السيد علي فاضل ومن خلال موقعه وحسابه في تويتر بنشرها متبعا أسلوب التقطيع والتشويق ونظرية الصدمة والترويع، علها تحدث تصدعا ومجابهة بين الفرقاء وتسرع من انهيار العملية السياسية في العراق، وربما قد أحدثت زوبعة وعلى مدار 6 مقاطع قصيرة، وأربكت أركان حزب الدعوة وقادة الإطار. واليوم وبعد أحداث مجزرة زاخو والتي قد تكون مدبرة ومفتعلة للتغطية على تلك الفضائح، ويتساءل الكاتب موفق الخطاب: هل ستحدث هذه التسريبات أمرا جللا، أو ستحرك الشارع العراقي أو تحدث انشقاقات في العملية السياسية وسوقهم للقضاء وإقامة محاكم علنية؟ في الحقيقة لا ننكر بأن المقاطع الأولية قد أحدثت في بادئ الأمر صدمة في الأوساط الشعبية وحتى الرسمية منها، وانشغلت بها الفضائيات وغرف الأخبار والصحف ووسائل التواصل الاجتماعي، لكنها سوف لن تحدث أي تغيير فوري يتوقعه الشعب العراقي للأسباب التالية.
1- إن نظام الحكم أساساً بني على تكريس الطائفية والعنصرية والمحاصصة، ومن الطبيعي أن تقتات هذه الطبقات عليها في ديمومة حكمها، ولا يوجد حرج لديهم في التحدث بها سراً وعلناً، فكل طرف يتاجر بمذهبه وقوميته وملته لتهييج العاطفة، وما يقلقهم من هذه التسريبات ليس محتواها بل كيفية اختراقهم وتتبعهم لهذا الحد ومن يقف وراءه. إن الصراع والتنافس بين جميع أركان الحكم والكتل والأحزاب وبكل أطيافهم وقومياتهم في العراق هو صراع مصالح والسعي بالبقاء في سدة الحكم لأطول فترة ممكنة، وليس هو تنافس شريف مبني على مبادئ رصينة من أجل بناء أركان الدولة على أسس متينة وبناء مجتمع متمدن والعمل على رفاهيته. عندما يكون الجميع في بودقة واحدة ومن خليط متجانس من الخونة والعملاء المجرمين وقطاعي طرق والفاسدين والجهلة وجميع المؤسسات التنفيذية والتشريعية تحت سلطتهم وسطوتهم، فلن يؤثر فيهم أي تسريب أو فضيحة سياسية بل حتى الأخلاقية منها، لأن بعضهم يعرف بعضاً على حقيقته منذ أن كانوا في صفوف المعارضة وقبلها وبعدها. وإذا سلمنا أن أعلى درجات الخيانة هو خيانة الوطن، فكل رذيلة بعدها تهون ولا تعني عندهم مهما عظمت من رذيلة بأنها منقصة أو عيب. كشف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن مصير الأراضي التي استولت عليها روسيا منذ اندلاع الحرب في شباط الماضي، منوها بالدور الغربي في الدفاع عن أراضي بلاده، لافتا في الوقت ذاته إلى صيرورة المفاوضات بين كييف وموسكو حول وقف إطلاق النار. وحذر زيلينسكي من أن أي وقف لإطلاق النار يسمح لروسيا بالاحتفاظ بالأراضي الأوكرانية المحتلة لن يؤدي إلا إلى نشوب صراع أوسع، ويمنح موسكو فرصة لسد النقص وإعادة التسليح مما يطيل أمد الحرب. وقال زيلينسكي خلال مقابلة أجريت له في المجمع الرئاسي شديد التحصين في كييف، قال إن تجميد الصراع مع روسيا يعني وقفة تمنحها فرصة للراحة وفق ما ذكرته وول ستريت جورنال. وتسببت الحرب في أوكرانيا بمقتل وإصابة عشرات الآلاف منذ فبراير الماضي ونزوح وتهجير الملايين داخل أوكرانيا وخارجها، كما تسبب إغلاق الموانئ الأوكرانية بوقف تصدير الحبوب والمنتجات الزراعية الأوكرانية إلى الخارج. ولفت الرئيس الأوكراني إلى أن الشحنات الأخيرة من الأسلحة الأمريكية والحلفاء وخاصة راجمات هيمارس الأمريكية ومدافع هاوتزر عيار 155 ملم ساعدت في إضعاف الهجوم الروسي في دونباس وتحقيق نوع من الاستقرار هناك. وأشار إلى أن الروس اعتادوا إطلاق 12 ألف قذيفة مدفعية يومياً مقابل 1000 إلى 2000 من قبل أوكرانيا، مضيفاً أن أوكرانيا يمكنها الآن إطلاق حوالي 6000 قذيفة في اليوم، بينما بدأت روسيا تعاني من نقص في الذخيرة والقوات. وقال إنه في ذروة القتال في أيار مايو وحزيران يونيو كانت أوكرانيا تخسر ما بين 100 و200 جندي يومياً، الآن انخفض العدد إلى حوالي 30 قتيلاً في اليوم ونحو 250 جريحاً. وفي حين رفض زيلينسكي الكشف عن إجمالي الخسائر العسكرية الأوكرانية منذ بدء الحرب، قال إنها أقل من الخسائر الروسية، في حين يزعم الجيش الأوكراني أن 39 ألف جندي روسي قتلوا في أوكرانيا، بينما تشير التقديرات الغربية إلى نصف هذا العدد. نشرت وكالة أنباء أسوشيتد بريس تقريراً كشفت فيه أن قوة عسكرية ليبية مؤثرة يقودها زعيم بارز متهمة بانتهاك ضد المهاجرين تصل إلى جرائم حرب. ونقلت الوكالة شهادة مغربي حاول عدة مرات ركوب البحر من ليبيا على أمل الوصول إلى أوروبا
وفي كل مرة كانت جماعات ليبية مسلحة تعترض، ولكن المرة الأخيرة كانت مختلفة، والقوة التي أوقفت القارب المحمل بحوالي 50 مهاجراً كانت قاسية لدرجة كبيرة. وتذكر المغربي أن الرجال المسلحين ضربوا وأهانوا المهاجرين ونقلوهم إلى مركز اعتقال تعرضوا فيه لأسابيع وأشهر للتعذيب والضرب والانتهاك. وقال إنه تعرض أكثر من مرة للضرب بأعقاب البنادق والجلد بالأنابيب المطاطية. رغم تعرض المهاجرين للضرب والتعذيب في ليبيا، إلا أن جماعات حقوق الإنسان والمعتقلين السابقين يتحدثون عن مستوى من الانتهاكات المنظمة والخطيرة في ظل هذه المظلة التي تثير الرعب في القلوب. وتحول جهاز دعم الاستقرار إلى منافس قوي للوكالات التي تراقب الهجرة مثل خفر الشواطئ والقوات البحرية. وعلى خلاف هذه فهي تتبع أوامر طرابلس ولا تخضع لرقابة أو تمحيص من الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة. ونقلت الوكالة عن عدد من المهاجرين الذين تحدثوا عن العنف الذي مورس عليهم وهم معتقلون في مراكز تابعة لجهاز دعم الاستقرار ببلدة المايا الواقعة غربي العاصمة طرابلس. ويحاول مئات المهاجرين من شمال إفريقيا ودول الساحل والصحراء والشرق الأوسط عبور ليبيا باتجاه أوروبا. وظلت الميليشيات المسلحة في ليبيا ولسنوات معروفة بتورطها في تجارة البشر واحتجاز المهاجرين وانتهاكهم وابتزازهم مالياً. ويعتبر مركز الاعتقال في المايا والمقام في مجمع مصانع سابق من أسوأ المراكز سمعة، ولم يسمح لوكالات الأمم المتحدة أو الجماعات التي تساعد المهاجرين بدخوله، وذلك بحسب المتحدثة باسم منظمة الهجرة الدولية. تحت عنوان الجهاديون يهاجمون قلب السلطة في مالي، قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن معسكر كاتي الواقع على بعد 15 كيلومترا من العاصمة المالية باماكو كان هدفا لهجوم شنته كتيبة ماسينا بسيارتين مفخختين بحسب الجيش المالي. وعدت الصحيفة الفرنسية أن المهاجمين ربما لم يحققوا هدفهم، لكنهم نجحوا في إظهار قدرتهم على ضرب السلطة المالية في صميمها. إن أسلوب التحرك يؤكد الشكوك الأولى التي ركزت على الإسلاميين المسلحين أكثر بكثير من التركيز على الجنود المعارضين للمجلس العسكري الحاكم، بينما اقتربت الهجمات الجهادية مؤخراً من العاصمة باماكو. في يوم الخميس استهدف 6 عمليات منسقة بوضوح ونسبت إلى كتائب ماسينا إحدى مكونات مجموعة دعم الإسلام والمسلمين قواعد للجيش في وسط البلاد. ووصفت هيئة الأركان العامة في مالي هذه الهجمات بأنها معقدة ومتزامنة. في الماضي تشير لوموند كانت العمليات أو الجماعات الجهادية قد نظمت عمليات أكثر عنفاً ولكن محلية، لكن هذا التكثيف في نفس اليوم للأهداف العسكرية هو أسلوب جديد. بالإضافة إلى ذلك، في ليلة 14 إلى 15 من يوليو الجاري أدى هجوم على مركز الأمن زانتينديغلا على بعد 50 كيلومترا فقط من باماكو إلى مقتل 6 أشخاص. وأظهر قدرتهم الجهاديين على التحرك بالقرب من العاصمة. ويقول ضابط مالي للصحيفة إنه إذا اتضح أن هجوم يوم الجمعة كان بقيادة مقاتلين من أمادو كوفا أمير كتيبة ماسينا التي تنشط عادة في وسط البلاد، فيمكن عندئذ تفسيره. علاوة على امتداد منطقة عملها، عبر أنه استعراض للقوة وانتقام جريء جدا في قلب الجهاز الأمني بعد عمليات الجيش في وسط البلاد. بدت عودة النائبة السابقة عن ولاية ميرلاند دونا إدواردز أمرا لا مفر منه في مايو الماضي، إذا حظيت بدعم الشخصيات والمنظمات الرئيسية في الحزب الديمقراطي.
ومنحتها الاستطلاعات المبكرة تقدما مريحا على خصمها جورج غلين آيفي، ولكن الأخير خرج بنسبة 51% من الأصوات. وبعد هذه الهزيمة للحزب الديمقراطي، يقول موقع The Intercept إن اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة يختطف الحزب الديمقراطي. الحزب الديمقراطي فقد السيطرة على عمليات الترشيح أمام اللوبي الإسرائيلي، وفقا لملاحظات الكاتب أوستن أهلمان في مقال نشره The Intercept، الذي استنتج أن الحزب الديمقراطي قد فقد السيطرة على عمليات الترشيح مع هزيمة النائبة إدواردز. وقال أهلمان إن المرشحين التقدميين والنشطاء دقوا ناقوس الخطر منذ فترة طويلة بشأن اليد الطويلة للوبي الإسرائيلي الذي أصبح أكبر لاعب في الانتخابات التمهيدية للحزب. ولاحظ الكاتب أن القيادة الديمقراطية عادة ما تنحاز إلى اللوبي الإسرائيلي، خاصة عندما يتحدث العديد من التقدميين مثل رشيد طليب وإلهان عمر عن جرائم إسرائيل. وقال إن القيادة الديمقراطية وافقت بدون أي تدقيق على تقديم مساعدات عسكرية غير خاضعة للرقابة إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن القيادة نفسها لم تتجرأ على انتقاد اللوبي عندما انقلب على إدواردز. أموال اللوبي تمكنت من هزيمة أصوات الشخصيات القيادية البارزة في الحزب الديمقراطي. ولاحظ الكاتب أنه تم استهداف إدواردز بسبب دعمها لحقوق الفلسطينيين واستئناف عملية السلام، لكن مشكلتها مع اللوبي اليهودي كانت في رفضها السابق للدعم الأمريكي غير المشروط لتمويل كيان الاحتلال الإسرائيلي. قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في تصريح لوسائل الإعلام إن تفشي جدر القردة سريع الانتشار يمثل حالة طوارئ صحية على مستوى العالم. ويهدف وصف منظمة الصحة العالمية لجدر القردة بأنه حالة طوارئ صحية عامة ذات اهتمام دولي إلى دق ناقوس الخطر، بأن هناك حاجة إلى تعامل دولي منسق، ويمكن أن يطلق التمويل والجهود العالمية للتعاون في تبادل اللقاحات والعلاج. وترجع إلى المدير العام لمنظمة الصحة العالمية مسؤولية احتمال إعلان حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا، وهو أعلى مستوى من التنبيه لدى منظمة الصحة. ويتم ذلك بناء على توصيات لجنة الطوارئ. وكتب أستاذ قانون الصحة الأمريكي ومدير مركز منظمة الصحة العالمية لقانون الصحة لورنس غوستين مساء الجمعة على تويتر: جدر القرود خرج عن السيطرة، ولا يوجد سبب قانوني أو علمي أو صحي لعدم إعلان حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا. وفي معظم الحالات يكون المرضى رجالا مثليين جنسيا، شبابا نسبيا، ويعيشون بشكل رئيس في المدن وفقا لمنظمة الصحة العالمية. الآن نتابع وإياكم الكاريكاتير. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من برنامجكم صدى الأقلام. دائما كونوا في أمان الله.